معتقل شعري النعومة والجمال. أنا شامبو كادوم ناعم وريحته طيبة. كيف مكتوب في العلبة نخلطهم هكذا وهالماكلة وجدة نادي تساعدني وتدعم خوها كتنوب عني وبلبك ما يشكرها قلبي هاني هو معاه بربع شهور حتى العامين سيريلاك نفعه باين كيف عرفتوني هنا الليمونة جايبة لكم بشتي سردين الناس العشاقة.
chaude caresse et la douceur d'un vrai fruit velouté de banane. Il n'y a pas de fraîcheur plus veloutée. شوفي لاختي الصحف ديالي ولا غنصبر فيه ديما غتجربيها واخا نتي نجربو على وجهك نتي غنتي ما نخسرش فيك زيدان كاع لي دام ياك شي الزيت وكلشي من الاول تخلى هاد هي ما تكشفاش هي هاي هاي تشوفي النظافه ديالها كي دايره وملي صبنت هاد التركيبه الجديده عجبتني شي هاد البيض جاني زوين نقزو الجين ديالي قالوا لي زوين هاد التيت هاد الحوايج خرجوا بيضين بزاف هذا القديم لا اختي غتعطيا فابور هذا انا اللي عطيتو الجديد هو اللي غنصبر بيه هو الزوين تيد نظافة اكيدة تعتمد عليها جمال شعري لذلك اخترت ألسف ألسف من لوريال إنه الشامبو اللطيف الذي يوفر أفضل عناية للشعر يوم بعد يوم تظهر فوائد ألسف على جميع أنواع الشعر الإصلاح والعناية من البروتينات اللمعان الإضافي جديدة من الجينكو جمال وعناية يوما بعد يوم ألسف شامبو وملطف للشعر من لوريال باريس